موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل هو وعصابة معه يومئذ على أكمة. أكمة يعني تل مرتفع، والناس يفرون، ورجل قائم على الطريق يسألهم ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل كلما مروا عليه يسألهم فيقولون والله ما ندري ما فعل. فقال والذي نفسي بيده، لئن كان النبي صلى الله عليه وسلم قتل لنعطينهم بأيدينا، إنهم لعشائرنا وإخواننا. وقالوا إن محمدا إن كان حيا لم يهزم، ولكنه قد قتل، فترخصوا في الفرار حينئذ. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال الضحاك في قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الآية، قال ناس من أهل الارتياب والمرض والنفاق، قالوا يوم فر الناس عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وشج فوق حاجبه وكسرت رباعيته قتل محمد، فالحقوا بدينكم الأول. فذلك قوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال ابن زيد في قوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قال ما بينكم وبين أن تدعوا الإسلام وتنقلبوا على أعقابكم إلا أن يموت محمد أو يقتل. هذا استفهام للإنكار. يقول فسوف يكون أحد هذين، فسوف يموت أو يقتل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نعوذ بالله. عن ابن إسحاق: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله وسيجزي الله الشاكرين، أي لقول الناس قتل محمد وانهزامهم عند ذلك وانصرافهم عن عدوهم، أي لقول الناس، يعني هذه نزلت من أجل قول الناس
قتل محمد وانهزامهم عند ذلك وانصرافهم عن عدوهم. أي أفإن مات نبيكم أو قتل رجعتم عن دينكم كفارا كما كنتم وتركتم جهاد عدوكم وكتاب الله وما قد خلف نبيه من دينه معكم وعندكم وقد بين لكم فيما جاءكم عنا فيما جاءكم عني أنه ميت ومفارقكم وقد بين لكم فيما جاءكم عني عن الله أنه ميت ومفارقكم ومن ينقلب على عقبيه أن يرجع عن دينه فلن يضر الله شيئا أي لا ينقص ذلك من عز الله ولا ملكه ولا سلطانه. قال ابن جريج قال أهل المرض والارتياب والنفاق حين فر الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل محمد فالحقوا بدينكم الأول فنزلت هذه الآية. ومعنى الكلام وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفتنقلبون على أعقابكم إن مات محمد أو قتل. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فجعل الاستفهام في حرف الجزاء اللي هو أفإن مات انقلبتم على أعقابكم في حرف الجزاء يعني بمعنى أسلوب الشرط يعني أفإن مات أو قتل انقلبتم ومعناه أن يكون في جوابه خبر. وكذلك كل استفهام دخل على جزاء دخل على شرط فمعناه أن يكون في جوابه خبر لأن الجواب خبر يقوم بنفسه والجزاء شرط لذلك الخبر ده في الإعراب يعني كل ده في إعراب الجزم انقلبتم لماذا انجزم. ومثله أفإن مت فهم الخالدون. أفإن مت هي معناها أفهم الخالدون يعني لن يخلدهم. كل هذا في جهة الإعراب في الجزم يعني. وقول في هذه الآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل بيان لوجوب الالتزام بالدين بعيدا عن الأشخاص ولو كان شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيأهم الله عز وجل بهذه الآية ليوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه سوف يموت أو يقتل عليه الصلاة والسلام فلا بد من الثبات على الدين. وذلك أن من الأمم من إذا غاب عنهم نبيهم الذي كان يعني اجتماعهم عليه ونصرهم على يديه كما فعل بنو إسرائيل بموسى عندما غاب عنهم فقط 40 يوما عبدوا العجل لأنهم ارتبطوا بشخص موسى عليه السلام. حتى مع ولود هارون عليه السلام مع أنه دعاهم إلى الله ودعاهم إلى التوحيد وقال يا قوم إنما فتنتم به إلا أنهم قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فهم مرتبطون في الالتزام بالدين بشخص نبيهم لو غاب النبي ظلوا عاكفين على وثن والعياذ بالله. فكان هذا التهذيب من الله عز وجل والتزكية والتهيئة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوم رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثباتهم على دينهم. وقد كان ثبتهم الله عز وجل بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وسبحان الله ارتد من ارتد من العرب عامة العرب كفروا بعد وفاة رسول الله
صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت إلا المهاجرون والأنصار وعبد القيس وآحاد من الناس فقط، كانوا عاجزين أن يصلوا في المساجد. الآحاد لم يكن يصلى في مسجد إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام ومسجد عبد القيس بني عبد القيس في البحرين، وكل المساجد توقفت الصلاة فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى قاتل أبو بكر رضي الله عنه بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن بقي على الإسلام من القبائل الأخرى المرتدين حتى رجعوا إلى الإسلام، سبحان الله. فكانت هذه الآية التي تلاها أبو بكر رضي الله عنه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هذا الأمر العظيم، الثبات على الدين دون ارتباط بالشخص. ولذلك قال وهو أكثر الناس أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في هذا الموطن من كان يعبد محمدا ولم يكن من كان يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نبي الله، وهو من أعظم الناس أدبا، أو هو أعظمهم أدبا وأعلمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذا الموطن قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، لبيان أنه بشر وأنه سيجري عليه ذلك أو قد جرى عليه ذلك. وتلا هذه الآية بعد أن قال ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت رضي الله عنه، وفي قوله ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، كما ذكر ابن جرير لن يضر عزه وملكه، وهو بعزه قد حكم بأن دينه سيظهر، ولذلك من انقلب على عقبه فارتد عن الإسلام وترك عبادة الله عز وجل فلن يضر الدين، فلن يضر دين الله شيئا، لأن الله بعزه وملكه حكم بأن هذا الدين ظاهر وباقي، فلا يظنن ظن أنه بتركه للإسلام أو بعدم جهاده في سبيل الله لنصرة الدين، لعدم نصرته للقرآن وللسنة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ذلك سيضر الدين، بل إنما نحن ننصر الدين لنفعنا وليس لأن الدين يحتاج إلينا، فالدين سيظهر بأمر الله عز وجل، لأن الله هو العزيز، لأن الله سبحانه وتعالى هو الملك، لأن الله عز وجل سلطانه في السماء والأرض، فهو سبحانه وتعالى قد حكم بأن الدين ظاهر فلا بد أن يظهر، فلن يضر الله شيئا، لن يضر ملكه وسلطانه ولن يضر دينه، فإنما يضر نفسه. وكما ذكرنا سيجزي الله الشاكرين في هذا المقام، مع أنه مقام مصيبة، إلا أن الثبات على الدين في هذا الموطن هو من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى بهذا الإسلام وبهذا الوحي. فتعظيم الإنسان لنعمة الوحي ونعمة إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم تجعله يثبت على هذه النعمة وتمسك بها، ولذا قال وسيجزي الله الشاكرين. فكان أمين الشاكرين وأعظم الشاكرين أبو بكر رضي الله عنه، إذ قد ثبت الله به كل الشاكرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بقوا على الإسلام، وبهم أدخلنا الله عز وجل في الإسلام ومن علينا بالإسلام، لأنه ثبتهم فظل الدين باقيا، ليعرف فضل أبي بكر رضي الله عنه على المسلمين عبر الزمان، فتبا لمن سب أبا بكر أو كفره، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.
هذا في حقيقته ومن لوازمه الطعن في النبوة، بل والطعن في ربوبية الله عز وجل. لذلك كان هذا القول كفرا في الحقيقة، وإن كان أصحابه لا يعلمون فيحتاجون إلى أقامة المنجة. القول في تأويل قوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، يعني تعالى ذكره بذلك، وما يموت محمد ولا غيره من خلق الله إلا بعد بلوغ أجله الذي جعله الله غاية لحياته وبقائه، فإذا بلغ ذلك من الأجل الذي كتبه الله له وأذن له بالموت فحينئذ يموت. فأما قبل ذلك فلن تموت بكيد كائد ولا بحيلة محتال. عن ابن إسحاق وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي أن لمحمد أجلا هو بالغه إذا أذن الله له في ذلك كان. ثم ذكر اختلاف أهل العربية في معنى الناصب قوله كتابا مؤجلا، فقال بعض نحو البصرة هو توكيد، ونصبه على كتب الله كتابا مؤجلا. وكذلك كل شيء في القرآن من قوله حقا إنما هو أحق ذلك، أحق الله ذلك حقا، عشان يبقى توكيد يبقى مفعول مطلق لجمل يعني فعل محذوف. وكذلك وعد الله ورحمة من ربك، صنع الله إنما هو صنع الله هكذا صنعا، وعد الله ذلك وعدا، وعد الله رحمة من ربك، رحم الله بهذا الأمر رحمة، كتاب الله عليكم، كتب الله ذلك كتابا عليكم، كتابه عليكم. وقال بعض نحوي الكوفة وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله معناه كتب الله أجل النفوس. ثم قيل كتابا مؤجلا، فأخرج قوله كتابا مؤجلا نصبا من المعنى الذي في الكلام، إذ كان قوله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله قد أدى عن معنى كتب، وكذلك هي لكل أجل كتاب، فكتب الله كتابا مؤجلا هو في الحقيقة من نفس معنى التي مضت، ولكن كلام على الإعراب فقط. وقال آخرون منهم قول القائل زيد قائم حقا بمعنى أقول زيد قائم حقا، لأن كل كلام قول فأدى المقول عن القول ثم خرج ما بعده، كما تقول أقول قولا حقا، وكذلك ظن وما قتلوه يقينا وما استيقنوا بقتله يقينا. يقول الصواب من القول في ذلك عندي أن كل ذلك منصوب على المصدر من معنى الكلام الذي قبله اللي هو ذكره اللي هو عن قول بعض نحوي الكوفة كتابا مؤجلا. فالإيمان بالكتاب والقدر السابق عند الموت من أعظم ما يعز به، من أعظم ما يتصبر من بقي بذلك ويهون على الناس مصيبتهم، الإيمان بالقدر. والله موضوع كورونا ده من هذا الباب، الناس تبص تلاقي واحد سليم ومعافى وواحد تاني، ناس بعضهم كان مرضى، وتلاقي المريض أصيب وشفي، واللي كان ليس به أمراض إيه عوفي مات، اللي كان بيه أمراض عوفي واللي ما عندوش أمراض مات.
فالامر بيد الله سبحانه وتعالى، والناس تختلط ببعض، واحد يجيله والتاني ما يجيلوش. عشان كده يعني مفيش حاجه اسمها ان العدوى ايه لازمه. ممكن الفيروس يتنقل، بس مش لازم ان ايه ان الانسان يمرض، يعني ده مش لازم ياثر. فما الناس ما كنت اعتقدش ان ايه ان الميكروب اذا جه يبقى خلاص، لا، ده ياما ميكروبات كتيره جدا موجوده ولا تؤثر سلبا. ناخد بالاسباب نعم، ولكن لابد من الايمان بالقدر، وده باب التوكل على الله عز وجل. وكل انسان له اجل فسيبلغ الاجل. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الاخره نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين، يعني بذلك جل ثناؤه. من يرد منكم ايها المؤمنون بعمله جزاء منه بعض اعراض الدنيا دون ما عند الله من الكرامه، لمن ابتغى بعمله ما عند الله نؤتيه منها. من يرد اعراض الدنيا نؤتيه منها، نعطيه منها يعني من الدنيا، يعني انه يعطيه منها ما قسم له او ما قسم له من رزق ايام حياته، ثم لا نصيب له من كرامه الله التي اعدها لمن اطاعه وطلب ما عنده في الاخره. ومن يرد ثواب الاخره يقول ومن يرد منكم بعمله جزاء منه ثواب الآخرة، يعني ما عند الله من كرامته التي أعدها للعاملين له في الآخرة نؤتيه منها، يقول نعطيه منها يعني من الآخرة، والمعنى من كرامة الله التي خص بها أهل طاعته في الآخرة. فخرج الكلام على الدنيا والآخرة والمعنى ما فيهما، يعني نؤتيه الآخرة يعني نؤتيه ما في النعيم في الآخرة، نؤتيه الدنيا، نؤتيه منها من الدنيا يعني من نعيم الدنيا أو من أرزاق الدنيا دون أن يكون له ثواب في الآخرة. عن ابن إسحاق في الآية أي فمن كان منكم يريد الدنيا ليست له رغبة في الآخرة نؤتيه ما قسم له منها من رزق ولا حظ له في الآخرة، ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها ما وعده مع ما يجري عليه من رزقه في دنيا. يعني إعداد الكرامة في الآخرة مش هتمنع الرزق في الدنيا، الرزق في الدنيا ايه ثابت ومكتوب أيضا. وسنجزي الشاكرين يقول وسأثيب من شكر لي ما أوليته من إحساني إليه بطاعته إياي وانتهائه إلى أمري، يعني أحسن الله إلينا بأن وفقنا لطاعته، هذا أعظم إحسان من الله. يقول وتجنبه محارمي في الآخرة، سيجزيه سأثيبه في الآخرة، وتجنبه في يعني في الآخرة دي متعلقة بإيه؟ سأثيب من شكر لي وسيجزي الله في الآخرة. يقول مثل الذي وعدت أوليائي من الكرامة على شكرهم إياي. عن ابن إسحاق وسنجزي الشاكرين أي ذلك جزاء الشاكرين، يعني بذلك إعطاء الله إياه ما وعده في الآخرة مع ما يجري عليه من الرزق في الدنيا. وذكرنا أن تكرير لفظ الشاكرين هنا لأن الدين والطاعة والإيمان أعظم نعمة، فلذلك كررت. فالثبات على الدين والعمل بالطاعة هو شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.